انا ثاني مره باش كنحضر هذا الدوري، ثاني مره باش كيعيطوا لي. تبارك الله كنشكر مدرسه الشباب الحداده لكره القدم اللي نبت لي الدعوه باش نحضر ثاني مره، والحمد لله الاجواء مزيانه، كلشي منظم، كلشي حتى الوليدات هما كاينه كوره، يعني كتشوف الوليدات صغار يعني تبارك الله عليهم. اجواء الدوري هذه ديجا سنوات وحنا كنشاركوا في هذا الدوري، كان بعض الاكراه ديال الكورونا وهذه كان حجب علينا التنقل هذه سنوات، يعني ثلاث سنين ديال الكورونا. هذا العام جينا عاوتاني بحله جديده بتنظيم جديد، وكنشكر السي حسن على التنظيم وعلى المجهودات اللي كيدير. بالنسبه للدوري كيدوز في اجواء رياضيه كبيره، كيجيب ناس في المستوى الكبير، الوليدات كيمشيو ناشطين، كنمشيو حنا ناشطين، الامور كتمشي مزيان الحمد لله. الحمد لله فاش وصل لنا الاستقبال زوون، الدوري زوون، هذه المشاركه الثانيه ديالنا لهذا الدوري، كنا الوصيف ديال المشاركه الاولانيه. الحمد لله الاجواء ديما كيف بحال الاول كيف بحال الثاني، اجواء زوونه بزاف، فرحانين جبنا الدراري هما بدورهم، فرحانين بزاف بهذه الدوريات. بحال الدوريات الحمد لله كيخليو الدري يخرج من الضغط ديال القرايه، خصوصا حنا عارفين هذا النهايه ديال الموسم الدراسي، الدري كيخرج من الضغط ديال القرايه ديالو، كيجي شويه يفوج على راسو، كيجي يعرف ناس جدادين، يعرف بزاف ينافس ناس جدادين. وصراحه عندنا نقولها بصريح عباره، نهضر معك بحكم لاعب وبحكم مدرب، راه عندنا مشكل كبير في البلاد انه ما عندناش هذا التنقيب، باقي عندنا مشكل ديال التنقيب. الحمد لله غير انت في هذا الدوري وانت حاضر كتشوف بزاف ديال اللاعبين تبارك الله في هذا السن، اللهم لك الحمد، عندنا بزاف ديال الطاقات اللي قادت تعطي من هنا لقدام. حنا ولينا كنمشيو عاد نقلبوا في اوروبا ونقلبوا، حنا عندنا في البلاد تبارك الله عندنا بزاف ديال اللعابه، عندنا بزاف ديال، عندنا كفاءات، غير هو اللي يقلب عليهم ما كاينش، ما عندناش تنقيب بزاف، ما عندناش بزاف د الحوايج، يعني عندنا ما نديرو. الحمد لله حتى الكفاءات المدربين هي زوينه فاش كتلقى واحد لاعب تكون في واحد المدرسه ولا هو الاطار. انا كنضرب صيفتي انا في جمعيه تحضير الاطلس صغير لعبت، ودابا 21 سنه راني حاليا كندرب فئه واللي فات تبارك الله نجوم زوونين، راه اغلبيه الناس شاركت في الرجاء، شاركت في اتحاد طنجه، يعني شافوا فروق كبار، ولكن المشكل كما قلت لك هو انه ما كاينش تنقيب، ما عندناش تنقيب. بصراحه اليوم احنا جينا نشاركوا في هذا الدوري هذا، اولا باعتبار هو تخليدا لواحد الذكرى عزيزه علينا جميعا اللي هي ذكرى ديال ولاده مولاي الحسن، وثاني حاجه باش نمثلوا مدينه عينتيخ. فجينا اليوم الحمد لله لقينا واحد النيفو طالع بصراحه، فرق في المستوى كبير، وتنظيم في المستوى، تغطيه اعلاميه كذلك في المستوى. حنا جينا جبنا الوليدات ديالنا باش يحتكوا مع الفرق الاخرين وبينوا واحد صوره زوينه على عينتيخ. فكنبغي نشكر جميع المنظمين اللي صاروا على هذا الدوري هذا. فهذه غير بدايه للفريق امجاد عينتيخ اللي اول مره غيخرج خارج ديار، باعتبار ان فرع كره القدم اول عام غيبداو. بالعكس كره الطاوله فحنا في القسم الوطني الاول وحنا غادي مزيان ان شاء الله. السلام عليكم، معكم حسن مريوش منظم دوري النسخه الرابعه من دوري صاحب السمو الامير مولاي الحسن اللي منظم بالجامعه الترابيه الحداده في المركز السوسيو رياضي قرب الحداده النيت في عيناريس. احنا الحمد لله هذه النسخه الرابعه، كيتطور التنظيم سنه بعد سنه من بعد الجائحه ديال كوفيد 19 اللي مرت بها العالم باسره وزائد المملكه المغربيه لكره القدم. الحمد لله الامور بدات تتشي كما بغينا الحمد لله، في اطار واحد خطه عمل ديال برنامج عمل كمسطرينو في اطار شراكه مع جمعيه عمل التنميه القرويه باش نزيدوا بهذا الدوري ان شاء الله من القدام ان شاء الله. وكنشكروا الجمعيات الحاضره في هذا الجمعية الرياضية اللي كتمثل المدن الوطنية من المحمدية، بوزنيقة، تمارة، نازل حاجب، نازل سلة جديدة، وبزاف ديال الأندية اللي مازال من بعد إن شاء الله راه أنتم حملتوا ريبورتاجات معاهم باش تعرفوهم إن شاء الله. حنا الحمد لله كنطالبوا من الناس المنتخبين والمسؤولين هنا بتراب الإقليم وخاصة الجامعة الترابية الحدادة، كنعانيو لأن كاين مركز سوسيو رياضي واحد في جامعة ترابية اللي كتكون من 26000 نسمة، ما يمكنش باش الشباب نسبة الشباب واصلة 67%، ما يمكنش دابا تقدر تخلي الوليدات يقدروا يستافدوا في مهوى رياضي باش يزيدوا
كطموح مشروع باش يزيدوا القدام ان شاء الله. كنطالبوا المسؤولين بصفه عامه في اطار اتفاقيه الشراكه اللي حاليا تمت مع المجلس ديال جامعه الترابيه حداده باش تفعل وتخرج ارض الواقع. بغينا ملعب ديال كرونفوس لان عندنا الحمد لله طاقات وعندنا لاعبين اللي بينوا المؤهلات ديالهم في اليوم في هذا العام في الشامبيونه ديال العصبه الجهويه الرباط سلا قنيطره تحت اشراف رئيس العصبه سي حكيم دومو من هذا المنبر اللي كنشكرو لان الحمد لله كاين شباب كان مع الجو ديال الاهداف الحمد لله المناسبه غاده مزيانه. مي كنشكرو الاخت الصحفيه والاخ عاوتاني الصحفي اللي لبوا ديال التغطيه. مرحبا سي عبد الغني كنشكركم الناس ديال تماره كنشكركم الحمد لله. كنشكروا المسؤولين اللي حاليا اللي وفروا لنا جميع الظروف واخا ما كايناش بهذاك الشيء اللي كنأملوا كنضحيو من جيابنا زائد الناس اللي تتعاونوا معنا كمستشارين زائد رجال الخفاء اللي بزاف الحمد لله. كنشكروا المنابر اللي حاضر معنا ومن ضمنهم قناه الفجر المغربيه اللي الحمد لله كنشكركم. المناسبه الثانيه ديال التغطيه في الدوري مازال ان شاء الله مازال القادم اجمل ان شاء الله وبالاخص في الجامعه الترابيه الحداده.